فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كنت في الطائرة وأردت أن أحرم عند مروري بالميقات أو عند محاذاة الميقات، ولكن لم أجد إزاري فاستعملت البطانية التي تعطى لنا في الطائرة، فهل فعلي هذا صحيح؟ إذا أذنوا في هذا، إذا أذن أصحاب الطائرة أصحاب البطانية أذنوا في هذا فلا بأس. نعم، تتجرد من المخيط وتلف روحك بالبطانية، إذا أذنوا في هذا لا بأس، استأذنهم. نعم.